مرحبا يا حلوين، جبت لكم اليوم مشتريات هيك خفيفه، اشتريتها من شي ان. بحب احكي لكم دائما عن هاي الافكار اللي بشتريها من هناك، عامله فيديوهات كثير عن هاي الشغله، بترك لكم اياها بصندوق الوصف. هلا بالنسبه لهذا الاختيار اللي اخترته، هي عباره عن ثلاث زي معالق هيك من السيليكون بيكونوا. هاي شو الاستفاده منها؟ استنى اورجيكم باطوال مختلفه. هاي لما يجي منتج عندك يخلص ويضل بس آخره فيه إشي مش عارفة تطلعيه، طلعيه في هدولة، وهي فعلا بتفوت بأي منتج بتطولي آخر العلبة مثلا بها من هون أو من هون، وفعلا بيطلع وبتستفيدي من المنتج حتى آخر رمق، يعني آخره حتى آخره بتستعمليه، وهي من السيليكون عشان ما تحمل بكتيريا وهيك. أما بالنسبة لهذا هاي الشغلة، هو عبارة عن علاقة هيك بتعلقيها وممكن تحطي هون أي إشي. أنا جبتها عشان أستعملها، هلا بورجيكم كيف. بتحطوها بهاي الطريقة اللي وريتكم إياها بالفيديو عشان تعلقوا عليها مثلا بشاكير. هي هاي بتكون عندنا هون اللي عايشين في إيطاليا، ما بعرف إذا كل الدول عندهم زيها، اللي هي التدفئة الموجودة جوا الحمام، ففيك تعلقي فيها بشكيرك، فيك تعلقي فيها أي شيء مثلا بتحبي إنه يدفى، بتحبي إنه ينشف، إشي زي هيك، فبتستفيدي إنها تنشف أو إنه تدفي لأي إشي بدك إياه، فبتتعلق على التدفئة اللي هيك شكلها. فأنا جبت منها ثلاث، وهي هدول بيجوا الثلاث هيك مع بعض. إذا حبيتوا هذا الفيديو بتمنى إنكم تتركوا لي لايك عشان أعرف بتحبوا هيك نوع من الفيديوهات وأعملكم منها دايما. وهلأ لازم أحكي لكم مع السلامة.